بسم الله والصلاة والسلام على خير أنام عليه الصلاة والسلام السلام عليكم العزيزات الغاليات يا ربي تكونوا كامل بخير وتكونوا انتخي بون اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين اللهم تقبل منا الصلاة والصيام وحشرنا في زمرة الخير الأنام عليه الصلاة والسلام ومدبية كل واحدة راهي تسمع فيها تدعي الوالدة مشتركة راهي معنا راهي دير فلاشيميو ادعولها لها بالشفاء العاجل يا ربي ان شاء الله ربي يكون معها وربي ان شاء الله يرفد عليها الضر كامل وكامل مرضانا ومرضى المسلمين امين يا رب العالمين نرحب بكم في الفيديو تاع نهار اليوم اللي ان شاء الله نتمنى من كل قلبي تكونوا كامل بخير ومهنيين أه وتصبحكم في صحه جيده كما راكم تشوفوا الفيديو تاع نهار اليوم شويه تحفيز وصفه حلوه وصفه مالحه يعني الفيديو باذن الله راح ينال اعجابكم كملوا برك الفيديو معايا و لي الفيديو بجام ولا لايك ولا بصمه ان شاء الله يا ربي تبصموا بصمه الجنه فوالا هنايا ككل آه ابراءه مع الصباح على بالكم نصبحوا على هذوك المعنى تاع يعني غير تاع السحور و ولا غير تاع السهره كي نكون فريمون كلاكي دي فوا نخليهم مرات ننوسيهم مرات نعيه 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 يعني كي نعيا نعيا قبون دي يعني الصباح نوض عليهم وخلاص هذه هي إحنا ما راناش دي غوبو واحد ما فوق طاقته دي فوا والله غير واحد يكون عيان يعني يكون دي باسي المهم اه فوالا وهنا ثاني كلو كان شرا لي الحليب على بالكم حنا الحليب كونصومي بزاف في رمضان اه بصحتنا وهنا يا واحد المشتركه كانت سقساتني قالت لي وين ترحي الروز راني وريتهولك حبيبتي نرحي في تاع القهوه ودوكا شوفوا لي هذا الخبز الباي الله الله شوفوا لي كيفاش مشرب حتى القلبو آه وش واش نقول الوصفه ما وهاش البنات جات بزاف بنينه كنت درتها معكم لكن زدت لها مكون اللي لها بنه على بنه بقاو معايا باش هكذا تاخذوا كامل المقادير ومدابيه كامل كامل تجربوها فوالا لي تطبيقاتكم باش تفرحوني ربي ان شاء الله يفرحكم دنيا واخره يا رب العالمين فوالا هنايا نبداو بالسيغول البنات واش عندي في لاكاسوغول تاعي نحط شوفو كيلا ونص تاع سكر كيلا ونص سكر راح نعطيكم مقادير مضبوطه وثلاثه كيسان تاع الماء يعني انا شوفو ندير كيلا بزوج كيسان ما دونك انا هاد المقادير راح يجوني سوا في السنيوا تاع عشرين على ثلاثين سنتيمتر دوك نزيد نفهمكم مليح و نديرولها تخونت اه تخونت دو تخونش تاع القارص فوالا نحركو هكذا و نحطو يطيب وقتاش نحيه نحيه اه شوفو كي يبدا يغلي الغلية الكبيرة هنايا دوك نحسب نحسبلو من خمسطاش حتى لعشرين دقيقة يعني ماشي تم تم تنحوه ماشي تنحوش شرورو وزيدوا له زوج مغارف تاع العسيله يعني آه للامانه نصلو زوج مغارف تاع العسيله دوك في الريسيبيون تاعي حطيت نصف كاس تاع السكر ما ديروش السكر بزاف باسكو راح نشربوه هكذا باش يجيكم هذاك هو ونديرو كيلة تاع البيض انا الكيلة تاعي دخلت لي ربع حبات تاع البيض فوالا هاي الحبه الاولى الثانيه الثالثه هاد الكاس اللي راني اللي راكم فيه عنده نفس السعه تاع الكاس تاع دي ولا بالمعروف تاع الكاس تاع ام والد فوالا هذا هو عنده نفس السعه عاملك ربع حبات تاع البيض في نص كاس تاع السكر نديرو القريصه تاعنا تاع الملح فوالا تحبوا تستعملوا الباتور تحبوا أه تديرو غير الفوي يعني أه كيما حبيتو انا حبيت برك نسهل على روحي فوالا يعني لو طون برك لي هذاك السكر تاعنا يذوب يعني ما نحتاجوش ان نطلعوه مليح ولا قلتكم تقدروا تستعملو غير الفوي برك ونضيف كيلا تاع ليدام شوفوا انا درت المارغرين يعني انا نحبها بلا مارغرين تجيني بلو بون مي اللي ما عندهاش تقدروا ديروا كاس تاع ونديرو كيلة تاع مكسرات انا استعملت كاوكاو وكيلة تاع خبز المرحي ولا بسكوت فوالا ونديرو زوج اكياس تاع خميرة كيميائية كلش يعني الكيس الواحد فيه عشرة غرام يعني درنا عشرين غرام تاع خميرة كيميائية ولا البيكنج باودر فوالا تقدرو تزيدو تاني كلافاني ونديرو دوكا نديرو مبشور أه حبة ليمون فوالا هايليك بعد ما كنا غسلناها بالطبع بيان سور ونشفناها ونحيو غير هذيك القشره الصفراء يعني ما تلحقوش حتى هذيك لا 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 بلونش هذيك أه لا لا باسكو هذيك تطلق لنا المراره فوالا لو فور تاعي حطيته يسخن على 180 درجه وكل وحده شوفوا الفرن يعني كي نروحوا نهضروا على الفوغ نقول لكم تاعكم كل وحده وكيفاش تعرف الفوغ تاعها يعني طيبوه كما كيما راح طيبوه زعما بسكوي ولا موسكوتشو ولا فوالا هكذا هنايا شوفوا هذا الجزء يعني فاكولتاتيف تحبوا ديروه تحبوا ما ديروش. انا يعني كراني ديرا كيله تاع كاوكاو آه كنت حمصتو بقشور الكاوكاو آه كيما قلت لكم نحب نديرو هكذا كونكاسي تحبو زيدو هاد الكبيشة باش تعطيكم بنا بيان ولما ولا ما عندهاش ديروا غير كيله تاع الكاوكاو تكفيكم وهنا الاضافه اللي درتها هي هاديك الحبه تاع القارص زدت عصرتها وضفتها للخليط وجات ولا اروع والله صدقوني جات بنينه من السما بالسيترون يا سلام نخلط كل حاجه ونفرغها في في البلاطو تاعي اللي كنت دهنته يعني درت له اي فاريني درت زبده وفارينه انا مارغري هاد لومول هذا تاعي ما يلصقش هكذاك بصح باش يعني ما نريسكيش ومن بعد نجي نحبط كامل الخليط ديالي قلت لكم لو بلاطو هذا راهو يدير عشرين على ثلاثين سنتيمتر عشرين على ثلاثين يعني مقادير مضبوطة يعني حتى في الشربات اعطيتلكم لكم مقادير يعني راح تتشرب لكم مليح مليح فوالا يعني خبز الباي ولا خبز تونس نعرفو باللي يحب يتشرب مليح بس كلو كان يجي ناشف ما يجيش مليح فوالا ونسوي دوك كامل المسمر الخالي تاعي وندير هكذا ضربات هكذا حتى يتسوى لي مليح ويخرجوا لي هذيك لو بولدغ يعني هذوك الفقاعات اللي يكونوا لداخل ما نخلوهمش فوالا وندخلو يطيب عادي كما قلت لكم كل اللي راح يطيبو ولا ومن بعد السيرو تاعي يكون برد مليح ولو غاتو تاعي راه سخون نشربو المره الاولى نخليه يشرب كامل نعاود نوليه هاني صبته وشرب كملت الكميه اللي بقات لي فوالا هاوليك ومن بعد نقطعو معاكم وتشوفوه كيفاش جا ما شاء الله ها آه راني يعني نفهمكم بلي عشرين على ثلاثين سنتيمتر هكذا اللي تحب تجرب تتبع يعني آه واش راني نقولها الملاحظات كامل ودوكا نجي نقسم معكم السنيبا ولا الحبيبات تاعنا فوالا نحاول هكذا ناخذ نعطيها يعني اشكال يعني كيف كيف, كيف. كما نقولوا نقطعها سوا سوا نقطعها على النص وبعد تكون نص على زوج فوالا يعني تعطيكم 12 آه قطعه اللهم بارك نحيت لها هذوك لي بوردور باش هكا طرف يجيني شباب وراح ينتكلو بيان سور حاجه ما راح تضيع مع كويساتي واش نقول لكم آه يعني شهيتكم ان شاء الله في الجنه لي ما تجربش هذه الوصفه نقول لك والله راكي طراطي بزاف بنيني خاين عرفوني انا ما نحبش لي سوكري مي بصح هذا والله يجي هايل ويجي آه متوازن في الذوق يعني ما يجيش سخو سوكري راكو شتو السكر درت غير نص كاس والسيرو آه كنا طيبناه ثاني الله الله كما نقولوا آه بطبع بالطبع ماشي شورورو وزتلو ما قلت لكم للآمانة الامانه زوج مغارف تاع العسيله اللي كنت درتها في الدار فوالا ونشبحو يعني تزيين تحبوا ديروا لي سيغيس كونفي كيما حبيتو التزيين يبقى اختياري فوالا وفي من الفوق البنات دهنوه بالناباج ولا آه عسيله لها شويه تاع الجلوكوز يعني باش تعطينا هذاك البريق باش هذيك الحبه تاع الجوز يعني تلصق لكم انا ما عنديش الجلوكوز درت لها غير شويه تاع الناباج فوالا آه يعني حتى الناباج بقات لي فتي برك درتو هاي ليك هكذا باش تعطينا هذيك اللمعه اللي نحبوها كامل وتشهينا هذا هو خبز البيت تاعنا ولا خبز تونس انا يعني الاضاءه شويه هنا برك البنات يعني سمحوا لي دي فوا يعني الاضاءه على حسب الوقت اللي نصور فيه أه، فوالا انا نحبو مجمر برك الاضاءه كانت تبالكم بلي شغل محروق من الفوق ولا لا ماهوش محروق فوالا هاوليك شوفو معسل حتى للقلب ويعني كي تضربو هكدا على أه، تصيبو هادوك لي كروكون تاع الجوز شوفو هاو ليك كي تشوفو هادوك الحبيبات تاع لي درناهم الجوز كونكاسي تقدروا لي ما عنداش الجوز أه، تقدر دير حبيبات تاع كاوكاو وتانيك طحهم هكذاك كما نقولوا خشين خشين وتضيفهم في الاخير باش يعطيكم برك هذاك لو كروكون ويجي هكذا يعني تكرمشوه هكذا ما بين سنانكم فوالا ودوكا نجيو نوجدوا لو بلا ولا المين تاعنا تاع نهار اليوم اللي كان كباب تاع الكوشه البنات كنت قليت البطاطا دي بتي عادي وجيت هنا في الريسيبيون ندير زوج حبات تاع البيض فوالا نزيد لهم شويه فرماج بلون يعني اي جبن تفضلوه ولا تحبوه انا نستعمل هذاك تاع البيدون راني نستعمل درت موندو واستعملت سيزار قلتلكم لكم فيه زوج لي دو هايلين ما شاء الله ودرت هنا لا كريم ليكيد وديروا شويه تاع الملح وشويه فلفل كحل انا ما فلفل كحل باسكو راح نزيد شويه تاع لاصوص الملح درتو غير غير شويه على جل هذاك البيض ولا كريم فخاش لي مسوسين سينو راح ندير ناخذ شويه من هذاك المرق آه يعني طيبت صوص بلونش عادي مريقه بيطة آه يعني آه بالطرف تاع الدجاج ولا اللحم نديروا لها بصل فلفل كحل قرفه وملح سمن وشية تاع الزيت هذا مكان وكميشة تاع الحميصه يعني مريقه بيطة عادي برك هدايا راح يعني نديرو في الكوشه المهم لو مسيو انا عندي الزوج يحب حاجه تراديسيونيل دونك هو قطعت له آه قطعت له بطاطا بالطول عادي ودرت له يعني سقيت له في التبسي ودرت له الـ يعني المريقه هكذا من الفوق ما شربتهولوش يعني هكا سقيته له من الفوق هو يحبو هكذاك وحنا لينا آه الدراري كامل على يحبوا حاجه آه موديرن سورتو كان فرم جاو كامل درته هكذا في لو بلاطو ويعني ثاني قدمته مع لاصوص دوكا نضيف هذيك هذيك البطاطا بعد ما قليتها ونشفتها مليح من الزيت درت الفوق تاعي يسخن ودوك نخلط كلش ونفرغها في لو بلاطو ونديرها ندخلها الطيب راكو تشوفوا البنات ديجا أه صمنا 8 ايام أه يعني والله فريمون أه كيما نقولوا ايام معدودات أه راهم يجوزوا فيت في ان شاء الله ربي يتقبل منا الصيام والقيام ان شاء الله وصالح الاعمال على صلو شويه تاع المعدنوس الحشاوش ملاح ملاح المعدنوس وهذو مع الحشاوش ملاح بزاف للصحه دونك آه نديرو آه ما نغفلوش عليهم فوالا على نفرغو دوكا هنايا في لو مول تاعي كيما قلت لكم آه نحط هذاك لي مورسو دو بولي من الفوق باش يتحمروا معايا في الفوق فوالا هاد لي فريمون قلت لهم لي اختار هاد لا والله يعطيه الصحه يعني حاجه ما تضيع تحبطو كلش آه والله غير روعه ما شاء الله هنايا اه اه كان عندي شويه تاع الشيدار آه على الوجه فوالا اه وندخلو يعني كلش راهو طايب غير يتقعاتينا ونخرجو ونقدمو معاكم اي فوالا الشكل النهائي ديالو كيفاش خرج خرج ما شاء الله كل واحد دوك نقسم له نصيب مع شويه تاع البولي ولا صوص عشرات على القارص ويا سلام على اطباقنا يعني ما شاء الله شاهدتكم ان شاء الله في الجنه وهذه هي الطاوله تاعنا لنهار اليوم البسيطه شاركتكم بها وثاني هنا كنت درنا هذا الكامونبير لي هذا وين جربناه كان داير حاله في المواقع بخرج هايل بنين ما شاء الله احنا استغنينا برك على هذيك العسل برك ما درناش خفت يعجبهم شو وليداتي المهم آه اللي وصلت معايا حتى لهنا نقولك بارك الله فيك ما تنساونيش بالبارطاج البنات اللي, اللي تحب حورية تبارطاجي لي القناه باش تزيد تكبر لنا ومتنا نطولش عليكم ونجيكم غير بجديد باذن الله صح فطوركم صح سحوركم حبكم موت عليكم نتلاقاكم ان شاء الله بو ان فيديو سلام وفي امان الله